اكتوبر لعام 2014 للميلاد، وانطلاقاتنا دائما تأتي ضمن التوجيهات السامية لمقام سيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله ورعاه من كل سوء ومكروه، وأخي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكمي دبي رعاه الله، ومتابعة واهتمام كبير من سيد الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة. على بركة الله مشاهدين الأعزاء متابعين الكرام، ننطلق مع أول أشواط هذا اليوم وضمن برنامجنا الذي خصص له 17 شوطا توزعت ما بين الأبكار والجعدان المحليات والمهجنات الأصائل. على بركة الله تعلن أول انطلاقات هذا اليوم، أول انطلاقات الشوط الأبكار المحليات الأصائل. هنا مسافتنا المقررة هي 5 كيلومترات، نسير مع الشوط الأول الخاص بالأبكار لإذاعة المحليات الأصائل، كما نرحب بجميع الحاضرين والمتابعين في عاصمة الميادين، ونرحب بجميع المتابعين لسيدة القنوات الرياضية قناة أبو ظبي الناقلة لهذا الحدث الرياضي الكبير. مباشرة مع الصدارة مع مقدمة هذا الشوط من تأتي في الصدارة والمركز الأول، هناك الشاهينية حجي بن خلفان بن محمد بن خلفان الهاملي هي من تفتتح ندائي هذا الموسم مع سن الإذاع. إذن المركز الثاني الوصول من هملولة سعيد بن خليفة بن سلطان بن رشيد السويدي من يأتي عاشق السلالة الشاهينية يقدم هملولة هنا على المركز الثاني، بينما المركز الثالث وصلت في هذه اللحظات هملولة الشعار الاقتصادي يأتي مع أحد شبابنا أيضا المتابعين وعشاق هذه الرياضة محمد بن بن حمودة الظاهري. وصل الظاهري في هذه اللحظات ليكون واحد من النجوم الكبيرة هنا مع هذا الموسم، ولكن يا سلام وصل شعار آخر لا يقل أهمية عن الشعارات المتواجدة فإنها هملولة عامر بن حمد بن عفصان المنصوري. وصل شعار أبو حمد هنا في هذه اللحظات يا سلام، بينما هناك أيضا القادمة وصلت في هذه اللحظات غشمرة خادم بن عبد الله بن خادم القبيسي يتواصل في هذه اللحظات، من قدم لنا ظبيان في يوم الأمس يتواجد هنا ليقدم هذه الانطلاقة الرائعة مع أيضا غشمرة، ولكن الوصول في هذه اللحظات والقادمة شواهين عبد الله بن محمد بن عيف العامري يصل أيضا مع شواهين لينطلق مع هذا الاسم، وهنا الوصول من هملولة السهيل بن عبيد بن راشد الخيالي يصل في هذه اللحظات، ولكن البرنس وصل البرنس هنا ليقدم ايضا زعفرانه في هذه اللحظات مشاهدينا الاعزاء او الحساسيه. جار الله بن محمد بن طالب بن عقيل المري، ولكن الدخول من الجانب الاخر الدخول من ايضا الصياده سعيد بن سالم المرة العامري بدا يصطاد ايضا الامور هنا من مركز الاخر، ولكن الاسماء قويه والعملاقه ايضا مشاهدينا الاعزاء. اذا هنا القادمة في هذه اللحظات والواصلة اللي هي يبارة سعيد بن خليفة بن سلطان بن رشيد السويدي، وهنا الوصول من بلورة سلطان بن ريو بن محمد المنصوري. هكذا النتيجة، هكذا الاسماء، اعود الى الصدارة وش اللي جرى وش اللي طرى مع الصدارة مع المقدمة ما شاء الله. اهالي الغربية هناك قادمين مع حي بن خلفان بن محمد الهاملي ومع الشاهينية يقدم الشاهينية ايضا اداء جميل ونجومية كبيرة، ولكن دخول من هملولة عامر بن حمد بن عصان المنصوري يقدم هملولة بشرني يا ابو حمد بشرني عن عطوة اخبارها، اخبار عطوة ايضا في سن الكبار ترقبوا مفاجاتها بالفعل تحمل دائما هذا الشعار، ولكن هنا الوصول الشعار الاقتصادي وصل في هذه اللحظات ليقدم ايضا هملولة محمد بن غانم بن حمودة الظاهري. ظهر الشعار الاقتصادي
الرمادي بدأ يتدخل هنا مع المثلث الذهبي. يا سلام، 2 كيلومترات المتبقي هنا مع أول أشواطي هذا اليوم. ما شاء الله تبارك الله. هنا المركز الرابع، المركز الرابع اللي وصلت هملولة سعيد بن خليفة بن سلطان بن رشيد وصل في هذه اللحظات. الأسماء القادمة، الصيادة وصلت، صيادة وصلت، سعيد بن سالم المر أيضا، العامري وصل في هذه اللحظات، وهناك شواهين عبد الله بن محمد بن عيف، العامري وصل بن عيف ليقدم هذا الاسم. ولكن هنا النايفة، هنا النايفة أحمد بن محمد الدغاش العامري، ما يبنى لها طاري، ما يبنى لها طاري، ولكن الهواري يابها، الهواري يابها يا بن دغاش. هذه هي النايفة تدخلت من عمق الميدان، وأيضا المسار هناك لتنضم إلى المربع الذهبي مع الألف والخمسمائة متر الأخيرة. يا سلام، يا هذه الأسماء، يا هذه الأسماء، وصلت الجساسية، جار الله بن محمد بن طالب بن عقيل المري، البرنس واصل، البرنس واصل. ولكن هناك ايضا جبارة سعيد بن خليفة بن سلطان بن رشيد السويدي، وصلت بلورة، بلورة وصلت، بلورة سلطان بن ريو بن محمد المنصوري، بلورة قادمة، بلورة منطلقة، اسم عملاق وخطر. 1200 غيرت النايفة، غيرت النايفة هناك وسارت الى الصدارة. احمد بن محمد بن دغاش العامري راحت الى الصدارة، راحت الى المركز الاول، انطلقت الى صدارة هذا الشوط ايضا لتدخل اجواي الكيلومتر الاخير. هذه هي النايفة، هذه النايفة، هناك من يتواجد ويقدم النايفة. احمد بن محمد بن دغاش العامري وصلت بلورة، وصلت بلورة، سلطان بن ريو بن محمد المنصوري وصلت في هذه اللحظات صاحبة الميدان، صاحبة الميدان. يلا يا ابو عمر، قوى العزيمة وخل السلامات والثماوية بالفعل. هنا المركز الثالث اللي وصلت مياسة على ثالث المراكز او هملولة، عامر بن حمد العصان المنصوري. والمركز الرابع، المركز الرابع اول لدى الذيبة سعيد بن نابت بخيل العامري، وصل بخيله، وصل بخيله، ولكن النايفة على الصدارة، النايفة احمد بن محمد الغاشي العامري. الله 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 الله، تحركت الذيبة، انطلقت الذيبة، انطلقت الذيبة، هنا وصلت في هذه اللحظات، وايضا لسعيد بن نابت بخيله العامري، ولكن بن دغاش، بن دغاش على الصدارة، بن دغاش على المركز الاول. وصلنا يا ابو غنيم جولة الاوامر النهاية، روح مع الصدارة، روح مع الانطلاق الاول. ما شاء الله، احمد بن محمد بن دغاش العامري هو من ينتزع الصدارة والمركز الاول. ما شاء الله، الله 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 الله. اذا هنا هذه هي النايفة بدون اي اوامر، بدون اي اوامر، روح يا ابو غنيم مع الصدارة، العرض مطلوب هنا مع النايفة. تهانينا والناموس، وبقول سلام يا غشابة، سلام على هذا الفوز والانتصار، وسلام يا الفوعة، وسلام يا الهير على فوز ايضا النايفة. تهانينا لاحمد بن محمد الدغاش العامري. المركز الثاني وصلت ذيبة سعيد بن نابت بن خيل العامري، المركز الثالث بلورة سلطان بن ريو بن محمد المنصوري، رابعا وصلت هناك هملولة عامر بن حمد بن عفصان المنصوري، والمركز الخامس كانت هناك هملولة محمد بن غانم بن حمودة الظاهري. هكذا النتيجة مشاهدينا الأعزاء، متابعينا الكرام، شاهدنا القوة والإثارة، شاهدنا النايفة. شاهدنا القوة والإثارة والعصاقوس بالفعل. أشكرك أحمد بن محمد بن دغاش العامري، 7 دقائق 44 ثانية وجزءا واحدا من الثانية. تهانينا والناموس والتهنئة أيضا لسالم بن دغاش العامري على هذا الفوز والانتصار، بينما المركز الثاني أداء رائع، نجومية كبيرة من الذيبة، 7 دقائق 45 ثانية، 4 من الأجزاء. تهانينا لسعيد بن نابت وخيله العامري، مشكور يا أبو نابت، أداء رائع، نجومية كبيرة بالفعل من خلال تواجد هذه الأسماء القوية والعملاقة. بلورة من حل الثالثة سلطان بن ريو بن محمد المنصوري قدمت عرض رائع وجميل أيضا، 7 دقائق 49 ثانية، 6 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لسلطان بن ريو بن محمد المنصوري على هذا الفوز والانتصار. إذا هنا قصة سن الإذاع وبداية الموسم لأبناء القبائل، هنا 2014-2015 يذهب ويسجل باسم النايفة لأحمد بن محمد بن دغاش بن محمد العامري. تهانينا والناموس.